ووفاء لن يخمل ثغر الشهداء. الإصرار على ضرورة محاسبة منتسبي الأجهزة الأمنية المتورطين في قتل الشهيد علي عبد الغني شكل عنوانا رئيسا لمجمل التظاهرات التي خرج بها المواطنون ليلا في مناطق مختلفة. في أبو صبع والشاخورة أقيم تشييع رمزي للشهيد علي عبد الغني، حيث تقدم المسير نعش رمزي للشهيد وخلفه سار الموكب الحاشد من الأهالي، فأضيئت الشموع عن روحه الطاهرة. المشاركون رددوا شعارات تؤكد عدم مساومتهم على دماء الشهداء والمضي في حراكهم حتى محاسبة المتورطين بقتلهم. وللأطفال مشاركة في المسيرة وحمل الشموع التي يأملون أن تضيء شعلة الحرية مستقبل وطنهم. مسيرة شموع أيضا في بربر، خرج الأهالي في ساعات الليل رافعين صور الشهيد عبد الغني ومشددين على ضرورة محاسبة السلطة لقاتلي الشهيد لتتحقق العدالة. ووفاء للشهيد عبد الغني خرج أهالي ديمستان في مسيرة حاشدة تقدمها آباء الشهداء الذين رفعوا صور أولادهم الشهداء في يد وبالأخرى صور الشهيد الشاب علي عبد الغني. كما شهدت منطقتي النبيه صالح وكرباباد مسيرات الوفاء للشهيد عبد الغني، طالبوا فيها النظام بالكشف عن المتورطين بقتل شهداء ثورة 14 فبراير.